راح بيكم في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نتحدث على موضوع الباست بالشابتر الثالث لكتاب النحو المرحلة الثالثة. طبعا هنا عندنا ملزمة جدا مرتبة، هو نفس الحكي. هنا عندنا زمن الماضي، يعني نقول in the past time we mean that look take place يعني happened in the past and finished and the past without having any relation with any tense. اذا بزمن الماضي البسيط احنا راح يكون الحدث عندي حدث بالماضي وانتهى وما له اي ربط بالحاضر. As having taken place as a particular part of time. اذا اكو فد يعني هسه احنا نشوف الزمن الماضي، شوف حالات استخدام الزمن الماضي، شوف عندما يبدأ بنقطة زمنية معينة إلى الحاضر ينتهي. كذلك عندما يكون في حدث معين في الماضي مدة زمنية فلانية وانقطع، أو عندما يكون حدث تم في الماضي وانتهى، يعني حدث تم بالماضي بس ما له وقت محدد، يعني مدة زمنية حثت بالماضي. يعني هسه شوف مثلا هذا مثلا أقول أحدد نقطة، مثلا أقول منذ يوم مثلا فلاني، وهاي المدة هيجي كلها ما عليها تركيز، يعني إلها الحدث إلها بس بداية. هنا إلها بداية واستمر وانقطع قبل وصوله للحاضر، يعني ما إلها ربط بالحاضر. أو يكون الحدث تم بالماضي لمدة زمنية مثلا من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، من هنا لهنا انتهى الحدث، والحاضر مالتنا وهذا المستقبل. أو يكون قد حدث يعني ما إلها نقطة بداية مو نهاية، مثلا أقول في الماضي، يعني مثلا في الحدث تم في الماضي، يعني مثلا في الماضي في السبعينيات مثلا خلينا نقول، يعني هذا ما له مده زمنيه من بدايه الى نهايه، يعني فد وقت ما محدد، هذا تم بالماضي. كل هذه احنا نستخدم لها زمن الماضي البسيط. شوف يقول لك having been completed، هنا طبعا هذا نشرنا the action in the past may be seen، يعني الحدث في الماضي قد يكون، يعني هذه حالات استخدام زمن الماضي البسيط. ان يكون حدث في مده زمنيه محدده، هاي الأولى، النقطة الأولى، أو يكون عبر مدة زمنية مستمرة، يعني مثلا خلينا نقول بالماضي استمر لمدة زمنية وانقطع قبل ارتباطه بالحاضر. relating only to the past، إذا يعني الحدث يمكن يرتبط بالماضي نفسه أما ما يرتبط بالحاضر، يعني ما الحاضر الماضي ممكن يستمر من مدة زمنية بالماضي ارتبط بزمن مدة زمنية أخرى، اثنينهم يكونون بالماضي. هذا دي يتحدث على زمن الماضي البسيط having been completed، يعني أو يكون الحدث منتهي تماما. هنا يعني شوف يعني الماضي البسيط استخداماته to describe things happened in a definite time in the past or series of actions. Actions in the past may be seen a particular point of time it is used the action complete and finished. طبعا هو هذا الكلام نفسه بالكتاب بس هنا شوية مرتب ومترجم. اذا هذا كليتها هاي تقريبا تشبه شبه الحفظ، يعني هاي تحفظها استخدام زمن الماضي البسيط. ممكن يعني يجي مثلا تحليل او مرات الاستاذ يعني يعطيك جملة معينة ويقول لك حلل اياها انه اللي هي ماضي بسيط وليش استخدمنا ماضي بسيط، فانت لازم تتحدث على هذه الجملة وانا راح اسوي لك نماذج اسئله ان شاء الله بعد يعني محاضرات قليله. بعد هذه المحاضرات راح تشوفها دورها تلقاها يعني ان شاء الله. To describe something which could not happen in the present or in the future. اذا الماضي البسيط الى استخدام اخر حتى نستخدمه عن حدث تم في المضارع او في حدث لا يتم في المضارع او في المستقبل. اذا الحدث اللي ما يصير لا بالمضارع ولا بالمستقبل هذا هو ماضي بسيط. زين in the It is therefore used for the action in the time of given. Then شوف هنا يعني هذه الجمل أمثلة على زمن الماضي البسيط. شوف يقول مثلا من مدة زمنية معينة بالماضي أو يسترداي البارحة أو مثلا في كذا تاريخ. إذا هذه كلها استخدامات زمن الماضي البسيط. شوف كل هذه الأحداث ما تمكن أن تصير بالحاضر، يعني من أقول فلان توفي في سنة 1895 هذا الحدث ما ممكن يصير لا بالمضارع ولا يمكن أن يكون مثلا يعني بالمستقبل، هو حدث تم وانتهى finished. إذن هذا هو زمن الماضي البسيط، هذه هي استخدامات زمن الماضي البسيط. إذن عندنا هنا الأحداث العادات يعني يمكن أن تحدث في الزمن الماضي البسيط simple past.
إذن فد شيء عادة يمكن أن عادة بالماضي، عادة مكررة بالماضي يمكن أن نستخدم معها زمن الماضي البسيط، وهذه ممكن تجي يعني ممكن يجي لك الأستاذ أعطيني جملة مثلا عادة تحدث في الماضي، تنطيه جملة على هذا مثلا he was he always wrote with a special pen with a special pen، هذا ممكن تجي سؤال، أو ممكن يعني ينطيك الجملة ويقول لك هذه هي يعني المن استخدمت بالماضي، تقول له للعادة، أو ممكن يقول لك انطيني جملة بالماضي حدث منتهي، حدث منتهي يعني حدث تم انتهى، فلان توفي مثلا، يقول لك حدث مثلا يعني نقطة محددة مثلا period of time period of time، يعني تحدد له مدة زمنية، مثلا أنا كتبت الرسالة في يوم 16 من شهر، يوم 16 من شهر جون في سنة 1972 with a special pen، ممكن هذا تكتب أيضا. بالنسبة للباست اند بيرفكتيف، بالنسبة لزمن التام يعني هذا الماضي البسيط، وهذا استخداماته، ولا ننسى ذن الكلمات اللي ممكن نستخدم وياها زمن الماضي البسيط. نجي على present perfect اللي هو زمن المضارع التام، وراح نشوف استخداماته ايضا، هو نفس هذا بالكتاب موجود بالنسبة لرقم الكتاب هاي 3.33 present perfect have وهاز زائدا فعل تصريف ثالث للفعل. خلينا نشوف the basic meaning of the present perfect، والمعنى الاساسي يقول لك past with current reference، يعني هو حدث تم بالماضي مع ارتباطه بالحاضر. The present perfect is used to give general information، حتى يعطيني معلومات عامة about something that happened in the past but it did not occur at the point of time. The present perfect is the completion of the present time and the perfect aspect. طبعا هو زمن المضارع البسيط أو عفوا المضارع التام، هو زمن يعني يربط ما بين المضارع والماضي، عفوا ما بين الماضي والمضارع، يعني حدث تم بالماضي وهذا الحدث مرتبط بالحاضر، يعني هذا الحدث الحاضر يكون له يعني أصل، يكون له يعني نتيجة تسبب بها الحدث الماضي. يعني إذا فعل تم مثلا بالماضي، خلينا نقول على سبيل المثال يعني I have broken the door. I have broken the door. أني كسرت الباب. الحدث تم بالماضي والتأثير هو بالحاضر. يعني إحنا جينا لقينا الباب مكسور. فهو تأثيره وين كان؟ كان بالحاضر. أما الحدث يعني كان في الماضي. فهو ربط ما بين الماضي وما بين المضارع. هذا هو زمن الـ present perfect. يعني هو أمثلة كثيرة. It is used also for action or state that began in the past. بدأ بالماضي. But the effect on the present. إذن الحدث له تأثير في الماضي. Oh, I have seen a movie already. يعني قد شاهدت فيلما للتو. إذن أكو تأثير، يعني تأثير بي، أثر بي الفيلم، لذلك أني شفته بالماضي والتأثير كان بالحاضر. She has been فلان. They have decided work وإلى آخره. طبعا هذه الأمثلة كلها على زمن المضارع التام، وهذه الأمثلة ترى هو الكتاب نفسه بالضبط، يعني ما عندنا فد شيء خارج الكتاب. طبعا هنا الحدث هذا شوف هنا هذا مضارع ماضي بسيط، وهذا هو ماضي مستمر. يعني احنا حديثنا الآن هو على زمن المضارع، على زمن المضارع التام حديثنا. طبعا هنا الماضي البسيط إلى بعض الكلمات هذه اللي لازم تحفظ، وأيضا عندنا كلمات هنا في زمن الماضي المستمر التام، عفوا المضارع التام في زمن الـ present perfect، هذه لازم تحفظ أيضا، لازم تعرفها. يعني في يوم من الأيام أنا يعني امتحنت ويا أحد الجامعات، فشفت أكو أستاذ مرحلة ثالثة، مرحلة ثالثة جايب لهم كل أزمنة، يعني سؤال كامل أزمنة، فتفاجأت يعني قلت معقولة؟ اي نعم، فجايب لهم ازمنه وجايبين لهم من ذن الكلمات. يعني فاكو اساتذه يحب انه يعيد الازمنه لانه مهمه بالاعداديه، وما كمدرس تفيدك انت، فركز على موضوع الازمنه تحتاجها جدا، يعني ركز عليه وابحث على كل زمن يعني، وهاي الكلمات ايضا تحتاجها. عندنا بعض الكلمات اللي ممكن نستخدمها مع زمن المضارع البسيط،
كذلك مع زمن الماضي البسيط مثلا، عفوا المضارع البسيط وزمن المضارع التام اللي هم today this month for an hour. هذا ايضا تستخدم مع الزمنين يعني حسب السياق وحسب التركيب اللي موجود عندي بالجملة. فبالنسبة لحالة الباست لهذا درسنا لهذا اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وراح نتحدث ان شاء الله عن موضوع 3.31.